السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله كامل تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد الوصفة تاع البطاطا فارسي محشية بطاطا على الطريقة التركية. والله العظيم تجي واحد الطعم هايل جدا، وتجي تخي بريزونتابل، والطريقة سهلة جدا، وان شاء الله بوسائل بسيطة موجودة في البيت. نبدأ على بركة الله بالمقادير. هنا اول حاجة انكم تغسلوا البطاطا، لازم تخيروا لي بوم دو تيغ اللي يكونوا كبار، هذيك باش تجيكم لا فارس تجيكم سهله. هنايا كاين عندي كما تشوفوا لهنا للتزيين، يعني بوغ اكومباني هذيك البوم دو تيغ لازم شويه تاع الصومو. هذه انا طريقتي انا، ممكن نتوما تستعملوا الاسكالوب دو داند ولا صدر الدجاج، يعني الحاجه اللحم اللي تكون مع البطاطا تقدروا تحطوا اي حاجه مع اي لحم، يعني ممكن تحطوه، ممكن تحطوا حتى سلطه بدون لحم ولا بدون يعني حوت، ولا وحدها البطاطا تكفي، والله تجي زعما غنية وتجي وحدها بلا. نبدأ على بركة الله المقادير. هنا كما تشوفوا عندي زوج انواع تاع الجبن الموتزاريلا، كاين الموتزاريلا العادية والموتزاريلا المبشورة كما تشوفوا، كاين الزبدة، وهنا كان عندي زوج انواع تاع الجبن الذائب، كان عندي فخوماج ناتور هذا من فيلادلفيا، والجبن هنا ولا فاش كيري. الزيتون هنا ممكن تستعملوا الاخضر والاسود، يجيو في الزوج بنان يجيو هايلين. وكان هنا المايس، بصل قطعته على هذا الشكل، ولي كورنيشون مخلل هذا تاع الخيار الصغير، وانا استعملت لهنا ثاني الفلفل، وهذا هو اللي يزيد الطعم. هنا ممكن تستعملوا لي بوافرون، هادو انواع يعني الفلفل، وكان هنا البيمون يعني باش يكون حار. هنا كيما قلت لكم تختاروا بطاطا تكون كبيره، تغسلوها وتحطوها في الفرن طيب وحدها، يعني علاش طيب وحدها؟ طيب بلا الماء من احسن، بس من بعد كل ما يدخل فيها، يعني ممكن تستعملوا بالطريقه هذه، بصح ما تجيش بنينه كيما تكون يعني مشويه. الناس اللي عندهم ممكن يشعلوا الجمر يحطوها تشوى في الجمر، ولا كان ما كانش يحطوها في الفرن وطيب حتى تشوفوها هكذا بدات تتكمش، ولا هي بدات تدخل طيب تحطوا هكا فيها شويه الموس لداخل وتشوفوا لا طابت لا طابت، جبدوها تفتحوها في الوسط. ومن بعد ان شاء الله نعطي لكم الطريقه كيفاش طريقه التقديم. هنا الفلفل كان عندي هاد الالوان، يعني باشكال والوان، هنا نقطع معليا غير نقطعو دي بتي كاري، يعني مكعبات بهذا الشكل. كان عندي فلفل هذا البرتقالي، فلفل حمار، وكان الفلفل البوافرون فيغ، وكان عندي واحد البيمون يعني فلفل حار، ممكن تستعملوه يجي بزاف بنين. هاد الالوان كامل داخلين في الديكور، ممكن تستعملوا الاحمر والاخضر ثاني يجيو هايلين. ديما حاجه كتكون كولوري في البلا تعطي واحد المنظر، وميم طون تعطي جو مختلف وتجي بزاف بنينه. ننصحكم ديما ديروا لا فاريتي، هذاك الاختلاف اللي يكون عندكم في الطبق هذاك هو اللي يزيد في الطعم ويزيد في المنظر. نقولوا ديما ناكل العين تاكل قبل الفم، وهذيك هو الحقيقه. يعني هنايا من بعد ان شاء الله كي نكمل هذا الفلفل كامل نقليه، غير نحط له شويه زيت زيتون شويه ملح فلفل اسود. الطريقه هذه تجي بسيطه جدا، تجي سهله، واللي ما تكونش عندها ليدي باش توجد يعني بلا ميم حتى كي يجيكم الضياف، كيما قلت لكم والله العظيم تري بريزونطابل، يعني يعطي واحد المنظر هايل. والناس ما تكونش عندهم هذيك الفكره كيما انا هنايا في بلجيكا، الناس ما يكونش عندهم هذيك ليدي باش تكون يديروا بوم دو تيغ فارسي. وهنا بعد الاوروبيين يعني بطبعهم ياكلوا حاجه خفيفه يعني فيت في، ما ياكلوش كيما حنا لازم نقعدوا الكوزينه نطيبوا ونخترعوا، ساعه يجيونا لي زيدي هما عندهم حاجه ظريفه خفيفه. هذه الحاجه حتى كي نحطها لهم هذا، يعني كانوا ديجا مره جاوني ضياف وحطيت لهم هذا الطبق، يعني اندهشوا والله العظيم، يقولك كيفاش يعني تجيكم هذا لي زيدي وتخدموا كيما هكا وعندكم افكار، وحتى الماكله تجي بنينه، وحتى في الصحن تعطي منظر هايل. يعني لازم واحد ديما يبتكر ان شاء الله باش يوصل. ودي بها الحاجه البسيطه هذيك هي الحاجه اللي تجي بنينه وتجي باهيه. هنا كانوا الناس اللي فارسيو حتى البطاطا يديروا يخدموا بزاف لي صوص، يخدموا صوص كوكتيل،
اللي تجيب المايونيز والكاتشوب، يخدموا صوص حتى بالثوم، كل واحد وش يحب. صوص بالثوم هذه قادر الانسان يخدمها حتى بالمايونيز يحط فيها الثوم، هذه تولي صوص الاي ايولي. يعني كاين الانسان لازم في الدار وحده يختار، يعني ما تكونش عندك ما تكونش عندك الكاتشوب السكر مع الطماطم يتاعها ويتخلط مع المايونيز، يجي كوكتيل يجي هايل، وتخلط حتى فيه شوية عسل فلفل الكحل، هذا كيولي كاتشوب. كما قلت لكم هنايا الطبق هذا ممكن حتى تستغنوا على اللحم. انا هنا كما تشوفوا زيت لي شامبينيون، زيت الفطر، وكل واحد يعني كما قلت لكم واش عنده في الدار. شوف هنا نحط الزيت نخليهم يتقلاو مع بعضهم، شويه فلفل اسود نعاودها، وفلفل او وملح نخليهم غير يتقلاو، باش من بعد كي نحطهم في لافارس يجيو بنان، ما يجيوش خضرين، ما يجيوش يعني نيين هكذا. في جهة واحدة نطيب الفلفل الأحمر، بس كحنا هو حار، يعني الإنسان اللي ما يحبش الفلفل الحار يتخلط معاهم يعني يقدر يحطه بجهة، بس كما ما كان يكون ولاد صغار وتكون عائلة ما نحبوش ناكلو الحار. بعد ما يطيب هذاك الفلفل نحطه بجهة، نحاول ما نحرقوش، نخليه شوية طايب، يعني غير جوست ما يطيب شوية نجبدو، نزيد فيه شوية فلفل الكحل وملح، ومن بعد نولي باش نطيب الصومو. هنايا الصوم نحط شويه تاع الزيت، الويل دوليف، زيت زيتون، نحط هاد خيط سخون شويه، ونحط الصومو كما كتشوفوا هنا شرايح تاع الصومو. نتوما ممكن كما قلت لكم تبدلوه بسكالوب دو داند، ولا بالستير تاع بولي، ولا لا فيوند اللي عندكم كاينه تجي بيان مع لا سالاد ومع لي ليغوم. هنايا نحط شويه تاع الثوم، انا يدع فص تاع الثوم لهذه الكميه، شويه فلفل الكحل، شويه ملح، ونضيف عليهم لي زيرب دو بروفونس. هاد لي زيرب هاد التوابل اللي يكون فيهم الحبق ويكون فيهم الزعتره ويكلي الجبل، يعني التان والرومارين والبازيليك، يجيو هكذا ميلونج. ممكن احنا نخدموهم وحدنا يعني في الدار، يعطي واحد الطعم هايل، يجيو على البواسون يعني على الحوت وعلى اللحوم البيضاء الحمراء، يجي هايل. ممكن نستعمله حتى في لافارس تاع البطاطا كي تكون مشوية. هنا في مقلة واحدة بجهة نكون حطيت شوية تاع الخضر كما كنت تشوفوا لهنا، كاين لي كاروت والبروكولي. عباك الطريقة تجي الى لافارس كي تكون فيها الخضروات كامل، يعني تبقى يعني اختيارية، الخضرة اللي حبيتو تحطوها تجي في لافارس تاع البطاطا وتجي هايلة. كما تشوفوا لهنا البطاطا بدات تطيب، انا نحاول نحطها كده شوية موس باش نشوفها لا طابت. انا في الحقيقة ديما نجبدها هكذا ني نشوفها بدات تلم هكا وبدات تتكمش تفيدها من الماء، يعني طيبها سك نجبدها. هناكم تشوفوا اللي حاطه، انا ضفت لهنا لي شامبينيون، يعني ضفت الفطر. هنا بعد ما كل شيء وجد يعني طيبته بجهه، يعني نصهم كيما هناك تشوفوا الزيتون ما يطيبش، البصل ما يطيبش، والحاجه اللي تطيب هي هذوك الخضروات، يعني فلفل والبروكولي مع لي كاروت والفطر لي شامبينيون. هنا نفتحها نحاول نحط لها تحتها الالومنيوم باش اون كاو باش تحكمني السخانه، باش ما نعاودش نسخن البطاطا كي نحط عليها الخضره. هنا كيما تشوفوا انا حيت حاولت زعما نحي شويه الزبده باش تبقى بلا تمبيراتور هذيك تاع الامبيونت، يعني بتاع بالسخانه تاع الدار، ما تبقاش ما نجبدهاش بارده ديريكتومون من الثلاجه ونحطها، من احسن باش من بعد ما تبرد ليش لافارس. وبالموس نرحي هذيك البطاطا لداخل كيما شفتوها، انا حاولت هكذا نرحيها باش من بعد كي نحط فيها الزبده والفرماج
يدخل بارتو وتجيب لينا هذيك الخلطة لداخل. نعاود لكم هنا لي زانغريديون. هنا كاين عندي لي شامبينيون، كاين عندي الموتزاريلا زوج انواع، هنايا المايس، كورنيشون، لي زونيون، لي زوليف، لي بوافرون 3 كولور، بروكولي مع لي كاروت، وكاين واحد البيمون بيكون، هذا البيمون روج. انتوما هادو كامل ممكن تحطوا، يعني لا تحبوا حاجة الحار حطوا الحار، ما تحط ما تحبوش يعني ممكن تستعملوا غير الفلفل وحده عادي. هو باش تكونوا تعرفوا باللي الفلفل هو غني بالفيتامين سي، شفتوا هذاك الاحمر. ممكن الناس اللي يحبوا تاني الحار يزيدوا حتى لهنا في الخلطة هذه في لاباز، يزيدوا شويه تاع الهريسه. راكم تخيلوا البنه شحال تجي بنينه. هنا من بعد نختار واش حبيت انا نحط، نزيد شويه ملح ما نزيدش بزاف خاطر ما يعني الحوايج كامل طيبتهم بشويه ملح. دي بريفيرونس تيفيتي الملح، الحق انا جاني الملح معدول ما جاتش يعني مالحه بزاف. شوفوا هنا نحط لي زوليف كيما قلت لكم، الزيتون ممكن تستعملوا زوج انواع على كحل، وتستعملوا الاخضر يجي هايل. انا بعدها جوست حطيت الفلفل، وشوية تاع لي شامبينيون. هنا كما قلت لكم الخلطة تبقى اختيارية، يعني واش تحبوا تحطوا لداخل، يعني باك تكون لاباز هذه الطريقه يعني تجيب لينا بزاف. انتوما ان شاء الله تحبوا تزينوها باغ اكزومبل بشويه تاع البازيليك فري، ولا بالمايونيز، ولا بالكاتشوب، يعني ولا حتى بلا موطارد تجي هايله. يعني لا لاصوص هذيك تبقى اختياريه، اللي يحب يديه اللي يحب بلوتو يزيدها ولا لا. ممكن نخدمو حتى صوص فرماج. وفوالا هنا كي نكمل نغلقها بالالومنيوم ونحطها بجهه، باش الوقت اللي نكمل هذيك البطاطا اللي باقيه عندنا تبقى سخونه، وما نقدر ما نسخنوهاش من بعد باك يكون فيها البصل اللي يكون فيها، ما تسخنش يعني من احسن تبقى كيما هكذا وتوقعها هكذا سخانه. وبلوس هنا نواصل العملية مع البطاطا الثانية، نفس الشيء هنا يسخون. انا بك حكمتها بلا اليمنيوم كانت سخونة شوية على يدي. ممكن انتم تحطوها متي سيرفيات ولا حاجة اللي تكون ما تخلي، ولا تحطو ديريكتومون في السحنة وتخدموا تحطو لافارس. انا حكمتها في يدي باش تساعدني شوية باش نفتحها ونحط داخلها لافارس. انا كما تشوفوا حطيت الجبن تاع المثلثات ثاني يجي بزاف بنين داخل، واضفت عليه الجبن المبشور. دوك نكملوا نواصلوا العمليه وتشوفوا لي من بعد كي نحط الكاتشوب ونحط نحط باقي تاع المكونات ان شاء الله. نقولكم ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها وما تندموش ان شاء الله. في نخليكم في امان الله وفي رعايه الله وحفظه ان شاء الله. والسلام عليكم بنات، ولكن عجبتكم الوصفه ان شاء الله ما تنسونيش بجيم ابوني، وان شاء الله ديما يوصلكم الجديد من عندي. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونخليكم تشوفوا طريقة التقديم إن شاء الله. هنا يا بلا ما ننسى، هنا من بعد تشوفوا في طريقة التقديم أنا حطيت السلطة وحطيت عليها الموسو تاع الصومو، وحطيت يعني كل صحن حطيت له بطاطا وحدة، كانت كافية.
انها تجي ثقيله هكا يعني، ما تشبع. وفوالا، وتشوفوا ان شاء الله من بعد. وهذوك لي زانغريديون اللي بقاو لي هذوك هما حطيتهم دكوتي باش نقدر اذا امكن يكون خاصنا في لافارس لي ليغيوم، وبقات من الداخل شويه يعني فيد، نقدر نضيف هذيك لافارس ولا ناكلوها مع لا سالاد. وهذه لا مايونيز اللي خدمتها لا ديرنيغ فوا، نعت لكم الوصفه ابار. هذه مايونيز في ميزون يعني تاع انا خدمتها وحطيت الوصفه تاعها ابار. فوالا، وهذا ما كان. والسلام عليكم.